الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر ثابت في التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة. رئيس الوزراء ونظيره الإسباني يترأسان جلسة مباحثات موسعة لتعزيز التعاون بين البلدين. والداخلية تواصل جهودها لضبط بيع السلع منتهية الصلاحية. موجز لأهم الأنباء من قناة النهار، مشاهدينا تحية طيبة. أكد الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده رفقة رئيس الوزراء الإسباني اليوم أن إسبانيا تعد شريك أساسي لمصر، مؤكدا على عزم البلدين على انطلاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أكبر وأوسع. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم التأكيد على زيادة أعداد السياح الإسبان الذين يتوافدون على مصر خلال الفترة المقبلة. كما شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت للتمسك بصون أمنها المائي الآن، مؤكدا على أهمية التوصل لاتفاق شامل وملزم وعادل بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبيدرو سانشيز رئيس حكومة إسبانيا اليوم جلسة مباحثات موسعة. وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن العمل على زيادة العلاقات التجارية بين البلدين، معربا عن ثقته في أن تفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني وتشكيل لجنة عليا مشتركة لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه من مجالات تعاون من شأنه أن يحدث نقلة كبيرة في العلاقات بين البلدين. وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوكل لنا اليوم مهمة يتم تنفيذها خلال الأشهر القادمة، وهي تعزيز أطر التعاون من خلال تفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني وتشكيل لجنة عليا مشتركة لوضع أطر مؤسسية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم بيع السلع منتهية الصلاحية تضر بصحة المواطنين. المزيد في سياق هذا التقرير. تتلاحق الضربات الأمنية وتتواصل لمكافحة جرائم بيع سلع منتهية الصلاحية تضر بصحة وسلامة المواطنين وكذا سلع مغشوشة ومقلدة. من هذا المنطلق تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 45 طن لحوم ودواجن ومصنعات ومفروم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين. خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية، وتمكنت من ضبط 30 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بالبحيرة، وضبط قرابة 20 طن زيت طعام وخل غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزنين بدون ترخيص للسلع الغذائية بالجيزة والشرقية ومصنع لتعبئة زيت الطعام بالقليوبية. وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط قائد سيارة حال سيره بالغربية وبحوزته قرابة 10 أطنان دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خارج منظومة الدعم قام بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء، كما عثر معه على أكثر من 100 بطاقة تموينية ذكية بهدف الاستيلاء على الدعم المخصص لها. وتم ضبط قرابة 12 طن دقيق بلدي مدعم ومخصص للمخابز البلدية داخل مطحن ومخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالإسكندرية بهدف بيعها بالسوق السوداء. وضبط 39 طن أرز تموني غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية ببني سويف.
الإدارة تمكنت من ضبط قرابة 17 طن بن مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤولة عن شركة لتجارة السلع الغذائية بالجيزة، وضبط 15 طن سكر تموني غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة موظف بإحدى شركات تجارة الجملة وأمين مخزن فرع ذات الشركة بكفر الشيخ بهدف توزيعها على تجار التجزئة. الإدارة تمكنت من ضبط 13 طن ونصف أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي ومحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية بداخل محلين لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية. ونجحت الإدارة في ضبط قرابة 54 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الحيواني بالمنوفية، كفر الشيخ والشرقية، وضبط أكثر من 14 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالمنوفية والشرقية والغربية. ختام الموجز، أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.